طيب نكمل ترند الاهلي ونشوف برضو اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي. نبتدي بعلي معلول او نستكمل الترند بعلي معلول من خلال الوطن الرياضي وحسابه الرسمي على فيسبوك اللي بيقولوا في تطورات في تجديد عقد علي معلول في الاهلي. كل اللي اقدر اقوله لكم بغض النظر عن الخبر اللي مكتوب بخصوص علي معلول ان كل حاجه مؤجله للتوقيت المناسب، لكن في توافق كبير بين الاهلي وعلي معلول بخصوص تجديد التعاقد. ده اللي اقدر اقوله لحضراتكم، اي شيء اخر بيتم الاعلان عنه بشكل رسمي، لكن اللي اقدر اقول ان في توافق حتى هذه اللحظه. علي معلول احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار السنوات السابقه، لعيب مهم جدا 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 جدا، ما حدش يقدر يختلف على النقطه دي، وكلنا بنحبه وبنموت فيه يعني. خلينا كمان نروح لحساب مبتدع على تويتر واللي بيقول ان لجنه التخطيط بالاهلي ترشح 3 مهاجمين محليين لموسيماني. برضو ده امر مهم، انت اكيد هتتعاقد مع بعض اللاعبين، برضو الاعلان هيكون في التوقيت المناسب بخصوص الاعلان عن صفقات جديده ربما للنادي الاهلي. حسابات كتير، افكار كتير في اذهان لجنه التخطيط بالتنسيق مع موسيماني، لجنه التعاقدات مع كابتن محمود الخطيب المشرف على الكره، وبالتالي بيتم التوافق واختيار القرار الانسب اللي يكون في صالح الفرقه. مهاجمين محليين بقى مش محليين، الامور هتمشي ازاي؟ برضو خلينا نتكلم بشكل رسمي لما الامور تعلن بشكل رسمي. لكن هنا في الخبر برضو، بما ان برضو ممكن البعض يكون عنده فضول ايه طب اللي جوه الخبر، قال لك ان في 3 مهاجمين محليين الاهلي بيفكر فيهم يجيب واحد منهم، يعني اللي هم مين؟ شادي حسين مهاجم سيراميكا، برضو ده امر طبقا اللي بيقولوه حساب مبتدا، وحسام حسن مهاجم سموحه المعار في ليبيا، ومصطفى البدري لاعب الانتاج الحربي المميز جدا. بشكل اكيد ده خبر او اجتهاد لحساب مبتدا. بشكل رسمي او بشكل حقيقي مفيش اي جديد بخصوص هذا الملف، وهننتظر ونشوف قرارات المسؤولين في النادي الاهلي عن الكره، وان شاء الله تكون قرارات كلها مهمه بالنسبه للفريق. ده كان بخصوص ترند الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع بقى ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه الصعب جدا النهارده، هو رايك ايه في حكام الفار او في تقنيه الفار، وهل افادت الدوري المصري ولا لا؟ هشوف اجاباتكم بعد الفاصل، استنونا.